أهلا بكم إلى الأخبار باختصار. أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين عن تسجيل 20 وفاة و69 إصابة جديدة بفيروس كورونا بشكل يرفع عدد الضحايا إلى 313 والإصابات إلى 1983. وحسب جمال فرار الناطق باسم لجنة المتابعة للوضع الصحي فإن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 601 شخص. إلى خبر آخر، حيث قرر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بمنح 10,000 دينار كمنحة تضامن لكل أسرة. القرار يهدف للتضامن مع الأسر المحتاجة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وتستفيد من هذه المنحة الأسر المتأثرة بتدابير فيروس كورونا. كما أمر رئيس الجمهورية بإحصاء المستفيدين من المنحة بسرعة، وسيتم دفع المنحة قبل حلول شهر رمضان. أشرف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة اللواء سعيد شنقريحة باسم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم الاثنين على التنصيب الرسمي للعميد عبد الغني رشدي مديرا عاما للأمن الداخلي بالنيابة، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطنية. كما أعطى جملة من التعليمات والتوجيهات بغية مواصلة بذل المزيد من الجهود في خدمة الجزائر وحماية مصالحها العليا، كما حث أيضا على الالتفاف حول قائدهم الجديد ومساعدته على أداء مهامه. إلى أخبار فيروس كورونا في العالم، حيث تجاوزت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة اليوم الاثنين 10,000، حيث بلغت بالتحديد 10,056 وفاة وفق ما أعلن عنه اليوم الحاكم أندرو كومو، مع تسجيل 671 وفاة إضافية في الساعات 24 الأخيرة. وتبقى المنطقة المذكورة الأكثر تضررا بالوباء في الولايات المتحدة، رغم أن الحاكم أفاد أن تباطؤه في ولاية نيويورك يتأكد. نهاية الأخبار باختصار، كان معكم رمزي خوا، في أمان الله.